مرحبا، أنا اسمي شروق، طبيبة أسنان ومتطوعة بالمركز المجتمعي والمركز الصحي التابع لمنطقتي فليمنغتون بارك. خلال الأشهر الماضية سببت جائحة كورونا الكثير من العزلة الاجتماعية والانقطاع وعدم التواصل بين الناس. الطريقة الأفضل لمواجهة كورونا أنه نبقى متفائلين ونبقى إيجابيين دائما التزموا بطرق الوقاية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة الكندية، هي من المصادر الموثوق بها كطبيب العائلة وكمراكز الصحة المتوفرة بمنطقتكم. عند الشعور بأي أعراض كورونا مثل السعال، ارتفاع درجة الحرارة، التلبك المعوي، فقدان حاسة التذوق والشم، يرجى إجراء اختبار كورونا بأسرع وقت. وقد تم افتتاح مركز الشباب الواقع في 45 أوفرلي بلوفر يونت 108A. وأخيرا تذكروا، الوقاية خير من العلاج، ودمتم سالمين.